استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على صفحة فيسبوك نورسات الأردن الدكتور فارس بريزات رئيس مجلس إدارة نماء للاستشارات الاستراتيجية، حيث دار الحوار الذي جرى في كنيسة اللاتين في مادبة حول أهمية الأردن على الخارطة السياحية في العالم وبالذات السياحة الدينية، وذلك بفضل وجود كنائس تاريخية ومقامات إسلامية تنتشر على امتداد مساحة الوطن وتميزه بخصائص فريدة كحالة العيش المشترك بين أهله مسلمين ومسيحيين، وعلى أرضه يلتقي الناس على المحبة والخير والبناء. المزيد في هذا الحوار. إذا بدنا نحكي عن حج مسيحي على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، نبدأ من الشمال من بيت إيدس أينما يقع كهف السيد المسيح، ثم إلى مار الياس في عجلون، سيدة الجبل في عجلون في عنجرة، إرحاب في المفرق، أم الإجمال أيضا في المفرق، أم الرصاص، دير الفحيص. هناك المناطق التي نستطيع أنه نعدها، يعني على الأقل 11 موقع هذول لهم علاقة مباشرة بالحج المسيحي، 5 منهم معترف بهم من الفاتيكان كمواقع للحج المسيحي. وأيضا في هذه الكنيسة، الكنيسة التي تسمى كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان، في ستينيات القرن الماضي تم تسميتها كأحد مواقع الحج المسيحي من قبل الفاتيكان. فنحن لدينا هذا الكنز الذي باعتقادي لم نصل إلى الحد الذي يمكننا من القول بأنه هذه المدينة التي ينبغي أن تسمى عاصمة الحج المسيحي وينبغي أن تكون عاصمة الحج المسيحي استطاعت أن تستقطب العدد الذي يليق بهذا التاريخ وبهذا الإرث، وهي أيضا قضية مكملة للسياحة الدينية في أماكن أخرى. نحن لدينا من مقامات وأضرحة الصحابة الكثير والعديد، وأنت تعرف ذلك، من الشمال الأردن لجنوبه، أيضا مقام أبو ذر الغفاري في منطقة المثلوثة والشقيق في مغاريب ذيبان، قريب جدا من تل ذيبان الأثري الذي كان عاصمة الملك ميشع وسبق وذكرته أيضا، ومسلة ميشع التاريخية التي تحدث فيها عن انتصاراته آنذاك وعن مملكة مؤاب التي امتدت من شمال مادبة إلى سير الحسا في جنوب الكرك ومحافظة الطفيل الآن. هذه المناطق الغنية بإرثها والغنية بما تعرضه علينا من فرص ليست فقط لتعريف العالم بما هو الأردن ومن هم الأردنيون، وأيضا نحن لدينا قصة لا يمكن أن تكون ولا يمكن أن تكون منسية ولا يمكن نسيانها، هي قصة العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين، بين أهل البدو وأهل الحضر في أردننا الحبيب. نحن نتحدث عن 100 عام من البناء المتراكم، وهذا البناء المتراكم لم يبنيه أبناء العشائر فقط، ولم يبنيه أبناء البدو فقط، ولم يبنيه أبناء الحضر، بنوه جميع الأردنيين من كافة المشارب بأديانهم المختلفة وأعراقهم وأجناسهم، من الشركس والشيشان والمسلمين والمسيحيين والبدو والأردنيين والأردنيين من أصل فلسطيني ومن أصل سوري ومن أصل عراقي وكردي وحجازي وما إلى. هذا البلد قدره أن يكون دائما المكان الذي يلتقي فيه الناس على المحبة وعلى الخير والبناء.